قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والإعلان عنها خلال أسابيع قليلة. وأضاف جورجيفا أن الدعم المرتقب إلى مصر سيكون كبيراً، لافتة إلى السعي لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم. وأضافت مديرة صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً، مؤكدة أن مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم اتسمت بتوجيه اهتماماً أكبر للفئات الأكثر احتياجاً.